أهلا وسهلا بكل مشاهدينا ببرنامج فولو أب وآخر الأخبار. أبرز مواضيعنا لليوم: الغلاء يجبر السوريين على شراء نصف بطيخة بدلا من بطيخة كاملة. بعد 12 سنة القبض على المجرم المصري قاتل ابنتيه. وتعيين بيطري وزيرا للتربية في سوريا. وفضيحة دانا جبر وسط طعن بالثورة السورية. عالم السيارات الرحب بكل ما فيه يجتمع في مكان واحد. شركة دلتا والميلاجي لتجارة السيارات في اسطنبول. ثقة وضمان. صورة تم تداولها على منصات التواصل، يقال إن لمحل خضار في مدينة حلب بسوريا الواقعة تحت سيطرة النظام، وأمام المحل تم وضع أنصاف وأرباع بطيخ للبيع بسبب غلاء الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية وتدني القدرة الشرائية للمواطن السوري، لدرجة أنه أصبح عاجز عن شراء بطيخة كاملة بالمناطق القابعة تحت ظل حكم نظام الأسد. بعض رواد السوشيال ميديا اللي عايشين بالغربة شافوا أنه الموضوع عادي كون هالشي منتشر كتير ببلاد أوروبا والموضوع صار مألوف بالنسبة لإلهم، لكن ناس تانية وخصوصاً اللي بيعرفوا كيف كان عايش السوري كتير استهجنوا هالشي، وأنه السوريين ما كانوا يجيبوا البطيخ إلا حبة كاملة هي إذا مو بالجملة، وأنه الموضوع كتير بيختلف لما يكون الإنسان مجبر يعمل هيك شي بسبب الفقر، بينما بأوروبا فمتبعين سياسة عدم التبذير مو لانعدام القدرة الشرائية مثل عنا. من التعليقات اللي إجت على الموضوع من أسامة خطيب اللي علق بحزن وقال: كنا نتمسخر على أوروبا كيف بيشتروا بالحز. التعليق اللي بعده من أسعد عليان شاف الموضوع من ناحية إيجابية وكتب: على فكرة مو غلط، كل إنسان بياخد حاجته. أما التعليق اللي بعده من أنس حسين فقال: الله يرحم كنا نشتري البطيخ بالسوزوكي، ونحن أو بفرنسا ببيعوا البطيخ بالربع والخيار بالوحدة. أما محمد دادو فكتب: هلأ مو بشي، بس كهربا ما في، لا عم يقدروا يخزنوا لحمة ولا غيره، بقى ياخذوا نص بطيخة أو ربع ويأكلوها أحسن ما ينحرموا منها. والله الوضع مأساوي، الله يرحم أيام ما كنا نجيب البطيخ بالعشرة والعشرين. قبل 12 سنة صارت جريمة كتير بشعة بأمريكا لأب مصري الأصل، قتل بناته التنتين أمينة وسارة بالرصاص يلي ما تجاوزت أعمارهم 18 سنة وتمكن من الهرب. واليوم وبعد أكثر من عقد من الزمن تم القبض عليه، على المجرم ياسر عبد الفتاح سعيد، واللي كان مطلوب ضمن لائحة الـ FBI لأخطر 10 مطلوبين وهربين. أما بخصوص تفاصيل الجريمة، فبليلة رأس سنة 2008 أخذ ياسر بناته بسيارة تاكسي بحجة تناول الطعام، وراحوا على مدينة إيرفينج بولاية تكساس الأمريكية، وأطلق عليهم 11 رصاصة حسب ما صرح به مكتب التحقيقات الفيدرالي، اللي أكد أنه أمينة انصابت برصاصتين بصدرها، أما سارة فكانت قاعدة بالمقعد الخلفي وانصابت 9 رصاصات. ورغم هالشي إلا أنه قدرت تتصل بالطوارئ وهي عم تنازع وقبل ما تلفظ أنفاسها الأخيرة، بس الشرطة ما وصلت إلا بعد فوات الأوان. What's going on, man? I'm dying, mademoiselle. Oh my God, what's going on, man? I'm dying, mademoiselle. Oh my God, what's going on, man? I'm dying, mademoiselle. Oh my God, تحقيقات أكدت أنه كان في خلافات بين ياسر وزوجته، خصوصاً أنه ما كان موافق عن النمط السائد بالمجتمع الأمريكي، وأنه هدد أمينة وسارة بالقتل أكثر من مرة بعد علمه بأنهم على علاقات غرامية مع بعض الشباب، ويقال أنه كان مهووس بالحفاظ على عذريتهم. لكن رغم هالشي زوجته أكدت بمقابلة تلفزيونية أنه ياسر كان عنده بعض التصرفات والنظرات الغريبة، وكان يوثق بكاميرا الفيديو كل شيء حتى وهن على فراش النوم. والشيء حسب اللي تبين بعدين من شبكة CNN الأمريكية أنه الأب كان متهم بالاعتداء الجنسي على أطفاله.
Are you drunk? This is illegal. Do I videotape you when you're sleeping? Hey. Look at these eyes. I put my eye on you. I'm gonna get sick now. This is the Yasser Saeed. Nice legs. I got this. Take this blanket from this one in the back. No! Go. No! Get away! Yeah. No! The girls told police they were scared of what he might do one day. الغريب انه بعد 12 سنه من الجريمه وقبل القبض على ياسر تصدر هاشتاغ العداله لامينه وساره بموقع تويتر. من الاشخاص اللي ساهمت بنشر الهاشتاغ للقبض على المجرم كانت مرح اللي كتبت قضيه امينه وساره وصلت لي بعد ان يئس الجميع في الوصول الى اي شيء ومنذ اللحظه التي وقعت عيناي فيها على صورتهما وقلبي يؤلمني ساعدوني لنحقق العداله لامينه وساره. من التعليقات يلي اجت بعد القبض عليه من أروى اللي كتبت شلون يقدر الإنسان يقتل أولاده؟ أي قوة هي اللي تخلي أب ينهي حياة قطعة من قلبه؟ أما محمد سكني فكتب مبرراً جريمة القتل أعتقد من عمر الفتاتين أنها جريمة شرف، إن كان كذلك فوالدهم بطل وليس مجرم. أما ماريا فعلقت المضحك قولهم جريمة شرف وهو مضحك مبكي، يقومون بتسمية الجرائم مثل ما يريدون، لا تضاف كلمة شرف لكلمة جريمة، ما هذا التناقض؟ ويدعون الشرف وهم بلا شرف لدرجة قتل أولادهم، عقد نفسية، قتل وهرب واختبأ، يا للشرف، شيء مقرف ومستفز صراحة. أما زياد فوافق هالرأي وكتب جماعة القضية أو القضية ما لهاش أي علاقة بالشرف، إذا كان هو ذات نفسه كان بلا شرف وكان يتحرش ببناته وبيصورهم فيديوهات، فيبقى إزاي قتلهم عشان جريمة شرف؟ ومننتقل لمصر وتحديداً لإسكندرية وناس الطيبين. فيديو انتشر كل منصات التواصل الاجتماعي، عمل تفاعل بين الناس ورسم ضحكة وأمل بقلوب الكتير. الشاب إبراهيم امتهن هو وأخواته وأبوه بيع حلو مصري على الشط اسمها الفريسكا. أحد الزوار للشط صوره وحكى معه وسأله عن مجموعه بالثانوية العامة وشو هدفه بالحياة. الصادم أو اللي صدم بالجواب أنه الشاب جايب بالثانوية العامة 99.6%، بس اللي خلاه يشتغل بإجازة الصيف ببيع فريسكا على الساحل هو أنه يجيب مصاريف الكلية ويساعد أهله. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. اقعد بس عشان عاوز اسمعك. انت اسمك ايه؟ اسمي ابراهيم عبد الناصر راضي رجب. تدرس فين؟ ان شاء الله السنه الجايه اعدادي طب بشري. انت كنت ثانويه عامه السنه دي؟ جبت 99.6. اللهم صل على النبي. مدرسه ايه؟ شهداء 25 يناير في اسكندريه. اسكندريه؟ ابوك بيشتغل ايه؟ ابويا بقى شغال في ريسكا. ريسكا؟ وانت عندك كم اخ؟ عندي اخ اخويا خالد وشغال برضه معانا، وعندي اخت. تدرس فين اخوك؟ اخويا لسه اعدادي. اعدادي؟ اه ثالثه اعدادي، واختي لسه سته ابتدائي لسه. وانت عايز تخش طب ليه يا ابراهيم؟ على الاقل فرحت ابويا يعني. انت؟ طب هو حلمي يعني، ما هو ده حلمي بالنسبه لي، ما هو معنى ان انا اخش طب ده حلمي بالنسبه لي. حلمك كان من زمان ولا؟ طبعا. من زمان؟ طبعا. عايز تخصص معين ولا اي حاجه؟ ان شاء الله جراحه عامه. جراحه عامه، انت بتحدد هدفك يا ابراهيم. اه هنلعب يعني. تليفونك كام يا ابراهيم؟ 012-12-53-93-91. عشان لما توصل ابراهيم ابقى اكلمك في التليفون اقول للجدع ده كان صاحبي. ان شاء الله بتحقق حلمك يا ابراهيم. من التعليقات يلي اجت على الموضوع من السيد عطا يلي قال الله يبارك لك في اهلك ويبارك لهم فيك، انت حاجه تفرح وسط هموم الدنيا الكثيره، ربنا يوفقك. اما سالي فعلقت على الفيديو وقالت ما شاء الله مفروض الشاب الجميل ده يكرموه، مثال للكفاح والطموح والنجاح، بارك الله لك وزادك من فضله. الضجة اللي سببها الفيديو وصلت لوزير التعليم العالي اللي تواصل مع إبراهيم ووعده بمنحة كاملة في كلية الطب في جامعة الإسكندرية، وإن شاء الله يا إبراهيم نشوفك أحسن طبيب.
وبما أنه عم نحكي عن التعليم ما رح نبعد كتير، بس رح ننتقل فيه على سوريا، وموضوعنا هو عن التشكيلة الوزارية اللي تم الإعلان عنها على السوشيال ميديا. عم تقول أنه تم تعيين الدكتور دارم الطباع وزيراً للتربية الحاصل على دكتوراه بالطب البيطري. أي والله الشيء اللي سبب ضجة كبيرة كتير على منصات التواصل. طبعاً بعد ما انتشر هالخبر انهالت التعليقات على الفيسبوك وضاجت الدنيا بالسوشيال ميديا. من التعليقات اللي اجت معنا من ريم حمودي علقت وقالت حكومة تكنوقراطية حسب الاختصاص وشايفين جيل المستقبل غنم عادي. أما أحمد فعلق وكتب عادي وطبيعي، ما هن معتبرين الشعب عبارة عن قطيع غنم، لذلك الشخص المناسب بالمكان المناسب. أما سمر البستاني فكانت أكل هم بعد هالخبر وعلقت معناتها رح يرجعوا يسمحوا بالعصاية بالمدارس. أما بأخبار الفنانين فالسوشيال ميديا كانت ضجة بعد خبر تهكير تليفون الممثلة دانا جبر بنت أخت الممثلة المعروفة مرح جبر. الضجة غطت حتى على أخبار رحيل ميسي عن برشلونة. الشخص اللي هكر التليفون فتح حسابات كتير على إنستغرام واتبع سياسة التشويق بالنشر وعلى مبدأ شحادة اللايكات، كان عم يوعد الناس بصورة نوعية في حال وصل لعدد محدد من اللايكات. دانا جبر بدورة نزلت بيان أكدت أنه حادثة التهكير واتهمت فيها الجهة المهكرة بتركيب مقاطع مزورة لتمريرها مع الصور الحقيقية، بالإضافة أنه هددت بمقاضاة الفاعل واعتبرت هالفعل محاولة للنيل من نجوميتها حسب رأيها. التطوير الجديد بالموضوع هي رسالة اللي وجهها الهكر للمتابعين بشكل عام ولدانا بشكل خاص، ووضح من خلاله أنه الهدف من هالعملية الحصول على مبالغ مالية من دانا للتوقف عن نشر باقي صورة، وزعم أنه رح يندفع هالمبلغ للنازحين بالمخيمات مع تقديم الإثباتات من ناحية القبض والدفع. هالتصرف لاقى استهجان كبير من رموز الثورة والمعارضين واعتبروه نوع من أنواع الإساءة المتعمدة للثورة السورية المجيدة، وهالشي خلاهم يشككوا بكل قصة التهكير وأنها عبارة عن مسرحية عملتها دانا لتصير ترند من جهة وتسيء للثورة من جهة تانية. من التعليقات مثلاً عنا حاتم اللي زعل من دانا وعلق لها على فيسبوك وقال كلنا عنا ماضي بس الله يسامحك خاب ظني فيكي ما عاد نشوفك على التلفزيون. تعليق آخر من بشرة اللي كتبت يعني شو فرق بالله عن صورك اللي على حسابك قبل ما يتهكر، وجعتي وش الكوكب. أما كندا حسن فما كتير اقتنعت بالموضوع وعلقت على البوست يعني مو لعبة كالعادة بقصد الشهرة مثل وقت قلتي إنه معك كورونا. وفقرتنا للفيديوهات اللطيفة مقطع طريف لشمبانزي مواكب التطور التكنولوجي وماسك موبايل وعم يقلب يشوف شو في ما في على الانستغرام. خلينا نشوفه مع بعض. What's he been up to? Hanging out with girls on the beach? Oh, touching snakes, that's always dangerous. Oh, that's you. That's when you guys almost first met, huh? I said, I like that video, that was a good one. Still chicken? مشاهدينا الكرام هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فولو أب، إن شاء الله تكون عجبتكم. لا تنسوا تشتركوا بقناة أورينت على منصات التواصل وأهم شيء على اليوتيوب وتفعلوا الجرس مشان يصلكم كل جديد من برنامج فولو أب. وآخر الأخبار، مع السلامة.